يا لهوي يا لهوي في ايه سعاده البيئه؟ انا مش بتاعت الحاجات دي سعاده البيئه. يا لهوي يا لهوي سعاده البيئه يا لهوي يا لهوي. يا ودان بنت يا ودان يا ودان يا ودان الحقيني. خير يا سناء؟ في الحقيني يا اختي الحقيني، بيتي اتخرب بيتي اتخرب. طب وطي صوتك المنيله، هيطردوني من العماره. تعالي تعالي قولي لي في ايه. الاستاذ ممدوح يا ودان، الاستاذ ممدوح ماله؟ موته يا ودان، موته موتي. يا لهوي نامي يا بنت نامي. ايه اللي حصل؟ ابدا يا اختي، انا رحت عشان انضف لسه بقلع هدومي، لقيته بيمد ايده عليا، قمت زقاه قام وقع على دماغه يا اختي، ما حطش منطق. وجرى له ايه؟ ما اعرفش، ما انا عشان كده جيت عشان نتصل بيه وتطمنيني. بس انا سايباه ما بينطقش. خرابي خرابي. طب تعالي بقى نتصل من الكشك اللي بره. تعالي يا اختي. التليفون يا اخويا. يا رب اهو بيرن. الو. ايوه يا بيه، الست موجوده؟ لا مش موجوده، خرجت. طيب ممكن اكلم البنت سناء؟ لا سناء، سناء مش هنا، انا مشيتها لانها بنت مش نظيفه بصراحه بقى. ويا ريت يا وداد لو تشوفي لنا واحده غيرها. لا يا بيه لا يا بيه، الحمد لله عموما خدت الشر وراحت خلاص. ده انا اشوف لك ست ستها ولا يهمك. مع السلامه يا بيه. انت طمنيني. الحمد لله كويس الحمد لله. بقول لك ايه، لو عايزه اليومين اللي انت اشتغلتيهم هجيبهم. انا مش عايزه حاجه خالص، الله الغني، انا الحمد لله خلاص ربنا سترها معايا. فوتك بعافيه بقى.